في كل مسرحية وفي كل رواية البطل بيعيش صراعات، صراعات مع أقداره، صراعات مع محيطه والأشخاص اللي حواليه، وصراعات مع نفسه. إيه الصراع الأكبر من دول في حياة سلاف؟ مع القدر ما في صراع، لأنه في مصالحة مع القدر ومع الحياة ومع النفس. مع الآخرين صراعاتي بسيطة. قد يكون الصراع الأكبر بيني وبين حالي، كيف ممكن أتخطى كل شيء صعب بعيشه. سلاف اختارت الصعب؟ طبعاً بحب الصعب، فالسهل ما بحسه أنه بيغريني. عندك صراع مع الحب؟ لا. قلتي أنا مريضة بالتعلق. طبعاً مريضة بالتعلق، وهذا الشيء صعب جداً، بس هو مو صراع. الإحساس شيء جميل، والإحساس نعمة كبيرة، بس التعلق مؤلم. التعلق مؤلم، بس هي أحاسيس إنه الإنسان بمجتمعنا وبظروفنا وبمنطقتنا لسه عم يبقى يحس، هذا شيء عظيم كتير. التعلق مؤلم بس كمان جميل، لأنه بيحسسك إنه أنت لسه عايشة، لسه بس عندك. يقال إن التعلق عكس الحب. لا أبداً، لما بيكون التعلق مرضي أو بس التعلق جزء من الحب. لما نحن نتعامل معه بطريقة إيجابية، التعلق جميل. التعلق بأشخاص، التعلق بأماكن، التعلق بذكريات. فلا، التعلق شيء ما نوع. لما بتزيد حرارة الحب أحياناً ممكن يبقى مؤذي نفسياً؟ أكيد طبعاً، كل شيء بيزيد عن حده بيكون. ده اللي حصل مع سلاف في حياتها الزوجية؟ بدأت بحب كبير وفضل الحب كبير، ما راح أبداً أبداً. لا أبداً، ما زال الحب كبير رغم الانفصال؟ جداً جداً الحب كبير، وح يبقى كبير لأنه حقيقي. لما بينقص الحب ما بيكون حقيقي، بيكون عابر، بيكون مؤقت. طب ليه حب حقيقي وكبير يعيش انفصال؟ هو بفترة معينة عشنا هذا الشيء لحتى نحافظ على هذا الحب، حفاظاً على هذا الحب، لحتى ما يكون يتعرض للتفاصيل الدنيوية الصعبة. حفاظاً عليه ممكن يكون بعدنا شوي عن بعض فترة بسيطة، بس نحن مع بعض دائماً. قلتي إنك تفضلي جرأة الأفكار عن العري، عن الجرأة في العري. أنا دايماً يعني بأكد على موضوع إنه الناس بيحددوا فكرة الجرأة هي فقط في ملابس أو في تصرفات معينة، أو لما أنت بتحكي عن محرمات معينة. هي الجرأة أكبر من هيك، بس نحن أطرناها بقبلة أو بمشهد أو ب... لا، الفكرة أنه أنت يكون في مياه راكدة وأنت تحركيها، أنت تغيري، أنت تعملي. نحن كفنانين، كناس نوعاً ما مؤثرين، لازم نحكي، لازم نعبر، ما لازم نشبه الآخرين. وللأسف أنه الغالبية العظمى عم تكون صامتة، ساكتة، قابلة بكل شيء. قلتي مستعدة أموت عشان أفكاري. أكيد مناضلة. أكيد طبعاً طبعاً، لأنه الإنسان هو عبارة عن موقف، عن فكرة، عن مبدأ. بس الموقف والفكرة والمبدأ عرضوكي لصراعات كتير، صراعات وأثمان باهظة جداً. بس أنا محاولة اغتيال، محاولتين لخطف أولادك. القصة هي بس يعني فعلاً مراحل صعبة ومواقف صعبة كتير، وللأسف كل إنسان بيدافع عن مواقفه أو عن أفكاره دائماً بيكون معرض لكتير أشياء ولكتير أذى من قبل ناس ما بتفهم شو معنات اختلاف الآخر. هو رأيك قد يكون صواب، قد يكون خطأ، بس أنت من حقك تقولي رأيك. فالآخرين ما بدهم نفكر ولا نحكي ولا نتغير ولا نغير ولا نعمل شيء أبداً أبداً. فهي مو حياة، وإلا نحن ما بنكون بشر، نحن بنكون كائنات عم تدب على الأرض.